ما خلاص يا عم، عرفنا انك امن وانك جامد وانك بشنب وانك حلو ومعجباني، بس انا لازم دلوقتي اخش لعم مرعي. عليا النعمه طول ما انا واقف على الباب ده انت ما هتخش. عليا النعمه طول ما انت واقف على الباب ده انا هخش. طب انا عاوزك تخش. يا عم بقول لك داخل لعم مرعي، شكلك ما تعرفش انا مين. انا ما اعرفش انت مين. يا حبيبي ده انا مشهور ومعروف في المنطقه قوي، يالا ده انا حتى مسميني مأمون المشهور. ايوه انا ما اعرفكش. ما تعرفنيش؟ طب انا جار عم مرعي. انت جار عم مرعي؟ ايوه. مين عم مرعي؟ مين عم مرعي؟ طب انا عندي اقولك يا عم مرعي يا عم مرعي. ايوه ايه ايه في ايه مالك؟ الراجل ده مش عايز يدخلني. مش تقول انك تبع مستر مرعي؟ ايه ده، هو انت بقيت مستر مرعي؟ ايوه اسمه الشهرة. خلاص يا سيدي انا تبع مستر مرعي، ينفع اخش بقى؟ ماشي على راسي. انا جبت الحاجة. خلي بالك من البوابة. عينيا يا باشا. ايه؟ ايه الدوشة والقلق اللي انت عامله على البوابة ده؟ وانا قايل لك عايزك مصلحه في الاستخبص. على فكره الراجل بتاع الامن ده بقى كان قاعد يفطر بعيد وسايب البوابه، واول ما شافني جه عمل فيها الحارس الامين. انت مالك انت يا ابن الناس؟ انت دايما كده تفتن. جبت العده؟ اهي معايا في الكيسه الصمت. حلو. تعالوا رايح. الله 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 الله، دهدة ايه المدرسة الأبهة دي يا عم مرعي؟ اسكت اسكت، انت بتضحك ولا ايه؟ الله الله الله، دهدة انت بتضحك يا ابني ولا ايه؟ انا اسف. حاضر. هو في ايه، احنا جايين نسرق المدرسة ولا ايه يا عم مرعي؟ اسكت خالص، نط. حاضر. انت غبي؟ نط من هنا. انط برا المدرسة؟ ايوه برا المدرسة. ليه وانا هربان من الحصة الأولى؟ ليه ننط بره المدرسة يا عم مرعي؟ ما احنا داخلين من الباب دلوقتي عادي. ايوه عادي، بتاع الامن شافنا ان احنا داخلين المدرسة. احنا بقى هننط بره المدرسة عشان ما حدش يعرف ان احنا اللي بوظنا البساط بره المدرسة، فهمت؟ طب واحنا نبوظ البساط ليه يا عم مرعي؟ مالكش فيه بقى؟ انت مش عاوز تصالح بيسا؟ ده انا نفسي يا عم مرعي، وبالمرة بقى كمل جميلك وخليها تجيبني معاكم في المدرسة الجميلة دي. ماشي خلاص، لو عايز تشتغل في المدرسة الجميلة دي وتصالح بيسا نط. حاضر. يلا ماشي يا عم مرعي، خدني معاك بقى. يلا تعالى. يلا تعالى يا عم مرعي. يلا هات ايدك. يلا هات ايدك. يلا نط. انا